مساء الخير، اهلا بكم في حلقه جديده من الى اخره. طه حسين عميد الادب العربي اصيب بالعمى في الاربع اعوام الاولى من حياته. فقد النظر تدريجيا نتيجه للجهل اللي كان منتشر وقتها، ولان الاسره قامت باستدعاء الحلاق علشان يعمل له خلطه كيميائيه تعالج نظره، لان هو كان عنده ضعف نظر. الخلطه دي كانت عباره عن شطه وتراب وطينه وشويه حاجات كده حلوين، الحلاق وصى بيهم ان هم يتحطوا له كل يوم في عينيه، والنتيجه كانت انه فقد بصره تماما. توماس اديسون المخترع العظيم اللي اخترع تقريبا حاجات كتير جدا بنستخدمها النهارده كل يوم في حياتنا، اولهم المصباح الكهربائي اللي بيعيش لفتره طويله، أصيب بالحمى القرمزية عدة مرات، وبسبب إهمال الطب أو بسبب قلة الوعي برضو وقتها أصيب بالصمم تماما وفقد حاسة السمع عنده. وللأسف دلوقتي وإحنا في 2020 وفي عصر التكنولوجيا اللي إحنا فيه واللي متاح لنا إن إحنا نعرف أي معلومة إحنا محتاجين نعرفها بمنتهى السهولة والبساطة، لسه برضو بنستخدم عادات الجهل بينتشر فيها بشكل كبير، وبنعمل حاجات المفروض ان هي طبية بحتة بس احنا بنضيف عليها اللمسة بتاعتنا. لسه لحد النهاردة مش بنقدر نفهم انه الطب ما ينفعش الفتي فيه، وما ينفعش خالص انه اللي يطبق على شخص يطبق على الشخص التاني، لان تركيبة اجسامنا واتفقت في حاجات معينة هتختلف في حاجات كبيرة كتير. بس للأسف لو حد فينا اخد علاج معين الباقي بياخده زيه بالظبط، ولو حد فينا اصيب باي نوع من انواع التعب بيبقى الاسهل بالنسبه له ان يسال الدكتور الصيدلي على دكتور كويس مثلا يروح له في حاله بس ان هو الدكتور الصيدلي معرفش يديله دواء مناسب، لكن الاسهل بالنسبه له ان هو ياخد اي دواء من اي صيدليه ويمشي بيه حاله. طبعا ناهيكم عن الخلطات السحريه الكتير اللي البعض بينصح بيها اللي لا تمت للطب بصله. حلقة النهاردة هتكون حلقة بنناقش فيها مفاهيم خاطئة كتير عن بعض العادات والسلوكيات اللي احنا بنقوم بيها في يومنا بشكل طبيعي جدا وفاكرين ان هي الصح، بس في الحقيقة هي بتؤدي لكوارث لا تقل خطورتها عن الإصابة معاها مستديمة زي ما حصل مع طه حسين أو مع توماس أديسون. ضيفنا النهاردة هيكون دكتور ماجد الجندي، أخصائي أمراض بطنة، استشاري كبير، درس في جامعة عين شمس كلية الطب، واشتغل بوزارة الصحة المصرية بوزارات الصحة المختلفة لعدة دول عربية. لكن دكتور ماجد كان ليه رسالة وهدف بقى طول الوقت شغال بس عليه، ان هو يفهم الناس ويوعيهم عن المفاهيم الخاطئة اللي هو بيقابلها كتير في يومه باعتباره ان هو دكتور حصيلة 30 سنة خبرة. وهب وقته وبقت رسالته الوحيدة انه يصحح المفاهيم دي. بعد الفاصل هيكون معانا الدكتور ماجد الجندي هيكلمنا اكتر عن ايه العادات والمفاهيم اللي احنا بنمارسها في يومنا على انها حاجات طبيعيه جدا بس هي بتؤدي لكوارث، وهيكلمنا عن بعض الادويه اللي منتشر عنها كلام كتير واللي بيثور عليها جدل اكتر، وهيناقشنا في تفاصيل هل الادويه دي بالفعل مضره او بالفعل ليها الاثار اللي بيتكلم الناس عنها ولا لا. هنفتح المداخلات التليفونية لأي حد عنده أي سؤال لدكتور ماجد، استنونا بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتور ماجد الجندي استشاري أمراض البطنة، واللي هيتكلم معانا عن حاجات كتير جدا غلط احنا بنعملها في يومنا بشكل تلقائي وطبيعي وكأنها ده العادي. نرحب بك يا دكتور، أهلا بيك. أهلا بحضرتك دكتور. في البداية كده كلمني عن رسالة حضرتك وإنك وهبت وقتك كله بس لتصحيح المفاهيم دي بخبرة زي ما حضرتك كنت لسه بتقولي 50 سنة مش بس 30. أيوة. إيه اللي خلى حضرتك تبقى بس عايز توهب حياتك لتوصيل الرسائل دي؟ فعلا في سبب حصل سنة يمكن 84 أو 85 القرن الماضي، يعني أنا بتكلم دلوقتي عن قرون راحت يعني، ما شاء الله. وكنت قاعد في عيادة خارجية المستشفى، ودخلت واحدة عيانة أمريكية، ويفترض أن الممارسة العادية داخل غرفة الطبيب والممرضة موجودة معايا أن احنا ناخد منها تاريخها الشخصي وناخد منها تاريخها المرضي والى اخره يعني. فلقيتها هي من غير ما نسالها، يعني هي راحت قايله على تاريخها الشخصي باكتمال، لانه في احيانا بتهم الحاجات مدخنه، كم سيجاره بتدخن او ما بتدخنش، مخلفه او مش مخلفه، كل الحاجات دي احنا بنسميها يعني التاريخ الشخصي، وده مهم جدا في التشخيص وفي مسار كانت على وعي بالتاريخ المرضي، كانت على وعي بكل حاجه، وابتدت حاجات متخصصه بقى.
اللي لفت نظري ساره ان هي بتستعمل تعبيرات طبيه متخصصه. يعني لما قالت انا بلفت نظركم انا والممرضه ان انا عندي سرطان ثدي وشالوا الثدي الايسر ولان كان عندي غدد ليمفاويه، انا بقول طبعا كلام بلغتها الانجليزيه يعني، والغدد الليمفاويه في الابط الايسر شالوها وحط، يعني قالت حاجات متخصصه جدا يعني. انا بعد ما خلصت بقول لها هو انت يعني دكتوره او طبيبه ولا بتشتغلي في البارامديكس ممرضه او في مختبر او في صيدليه؟ قالت لا انا مجرد ربة بيت يعني. بس هي عندها ثقافه طبيه هايله هايله جدا. فانا رجعت لنفسي بحياديه كده قلت يعني هو يعني المراه المصريه المراه العربيه عموما ليست اقل ذكاء، هي اقل معارف اقل معرفه، والمسؤول عن قله المعارف هو المجتمع مش هي يعني المراه المصريه التي لا تعرف كثيرا عن حالتها الصحيه، مش هي المسؤول عن المعارف دي، المسؤول عن المعارف دي يعني كتيبه كبيره وواسعه جدا من المفروض يوصلوا هذه المعارف، اولهم طبعا الدكاتره والعيادات المستشفيات التلفزيون الاعلام زي حضراتكم الكتب المجلات السياره كل دي المفروض تنقل المعلومه الصحيحه. الحقيقه هنا يا اما في قصور في نقل المعلومه يا اما في تشويه للمعلومه. وانا احيلك لمجله طبيبك الخاص وشوفي فيها يعني تشوهات، اذا حد يعني فير وبيقرا بحياديه علميه لا مليانه خزعبلات كتير وفيها مجاراه للمرضى مش قياده للمرضى يعني. بس فقلت لا انا لازم اعمل حاجه في حياتي يعني تبقى يعني مفيده في على صعيد النقطه اللي بنتكلم فيها. فقررت حضرتك توهب وقتك وتبقى رسالتك بس تصحيح المفاهيم دي او نشر الثقافه والوعي في المجتمع بحيث ان الناس يبقى عندها ثقافه طبيه كافيه. تقدري تقولي كده بعد ما تقاعدت، اصل توهب دي يعني معناها ان انا ما عنديش حاجه اعملها غير الشغلانه دي، لا ده بعد ما تقاعدت سنه 2011 فعلا زي ما حضرتك بتقولي كده بدات يعني. طيب ايه اشهر السلوكيات الخاطئه او الحاجات اللي الناس بتعملها في يومها وحضرتك شايف ان هي بتسبب كوارث وان هي ممكن تؤدي لحاجه صحيه خطر جدا او ضرر كبير؟ يعني ايه العادات اللي حضرتك قابلتها؟ والله حضرتك لما استعملت كلمه كوارث ما كنتيش بعيد عن الحقيقه، هي فعلا كوارث. والحقيقه اللي بيرتكب هذه الكوارث المرضى، ولكن الجرم الاكبر واقع على العيادات على الاطباء، هم اللي مرروا هذه المعلومات الخاطئه، هم اللي يجاروا المرضى مش بيقودوا المرضى في المجال الطب باعتباره مهنه وعلم يعني. فكانت النتيجه انتقال بعض هذه المفاهيم من العيادات او على الاقل العيادات لم توقفها، يعني الدكاتره المفروض يا اما يتوقف انه يكون مصدر لهذه الخزعبلات او ان ما كانش هو مصدر ليها على الاقل يوقفها لما يجي عيان يقول له في العياده اصل الدكتور عندي وثقه في المصارين، يقول له فعلا انا هديك علاج ويكمل معاه، لان في حاجه في حياه الطب اسمها وثقه في المصارين، مفيش حاجه اسمها كده يعني. طب ما تصحح له الكلام ده، مش هتاخد اكتر من 10 الى 15 ثانيه تكون نقلت له التعبير الصحيح. لا للاسف احنا كعيادات احنا دكاتره مسؤولين، انا ابرئ المرضى من كل هذه الاخطاء ولكنها كثير جدا يعني ان شاء الله. زي ايه بقى؟ يعني مثلا على سبيل المثال كده حضرتك كنت بتكلمني عنه لو حد شرق غلط ان احنا نجيب له كوبايه ميه، يعني دي كارثه يوميا بنعمل ده. فعلا اتكلمنا انا استاذ حضرتك بس قبل ما نتكلم عن الموضوع ده ناخد مداخله تليفونيه. الو الو ساره. ايوه اتفضلي حضرتك على الهواء. حضرتك بس كنت عايزه اعلق على كلام الدكتور في حاجه صغيره. اتفضلي. هو بيقول ان احنا لازم يكون عندنا ثقافه ووعي. اكيد. احنا فاهمين احنا بنعمل ايه. انا مره جربت ده مع دكتور محترم وبسبب ان انا قلت له على اسم دواء معين احتمال انا يعني من توقعاتي وقرايتي وثقافتي يعني بقول له بس مجرد اقتراح يعني يا دكتور هو الدواء ده كويس بالنسبه لي؟ ايوه. عقوتنا رفضوا انت الدكتوره ولا انا وعمل مشاكل كبيره قوي وكتب لي على دواء غلط واذاني، انا عندي حساسيه ضد النوع ده من الادويه واذاني بسبب بس ان هو حابب يبان او بمعنى اصح يبينني ان انا مش فاهمه حاجه. لمجرد بس ان هو انت مش هتعلميني او مش هتعرفيني. بالظبط. فحتى لما بنحب نتطور محدش بيدينا فرصه لده. معاكي حق، وجهه نظر برضه ساره وحاجه الدكتور محتاج يسمعها فعلا. طبعا سمعت ساره يعني هو المداخله بتاعتها
بتصب في ما يدور في الحلق. اه ساره بتقول يعني لحضرتك ان الدكتور قال لها انت هتيجي تقعدي مكاني لما فكرت تقول له على ان هي تعبانه بكذا وكذا وكذا وبتوصف له وانه الدواء الفلاني ده كان بيجيب معاها نتيجه، فقال لها ما تيجي تقعدي مكاني احسن. ايوه يعني أيوة. فعلا زي ما حضرتك بتقول الدكاتره ليهم الدور الاكبر في الموضوع باعتبار ان هم المفروض يبقوا القاده طبعا. حاجه زي كده. ساره مش مسؤوله عن مش مسؤوله عن الخطا اللي هي بتتصور انه خطا، مش مسؤولة كمان ولا قصرت ولا أجرمت، إنها بتسأله على حاجة. أما صياغة السؤال ما عجبتش الدكتور دي قضية أخرى، يعني المفروض أنت الدكتور وأنت يعني الأكبر وأنت في علمك يعني أكبر، أنت استوعبها يعني حتى لو كانت صياغة السؤال مش عاجباك يعني. قول لها أنت قصدك تقولي كذا 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 وتجاوب مع قصدها، وبلاش حكاية التعالي ده. الحكاية يعني معلش أنا يعني إذا سمحتي لي يا سارة. أكيد اتفضل. يعني الحكاية مش بتخن السيجار، والحكاية مش بالتايتل الفخم، الحكاية بالتواضع، والحكاية بتمرير المعلومة الصحيحة باللغة اللي يفهمها المريض. هي دي القصة بتدور حوالين كده. احنا كان معانا تايتل لحضرتك عبارة عن عدة زمالات وماجستير ودبلومات عديدة جدا ورسائل دكتوراه الدكتور عاملها، بس هو امتنع عن ذكرها وقال ان هي ملهاش داعي، هو يكفي بس ان هو استشاري امراض باطنة وخريج كلية الطب واكتفى بده، فهو فعلا الموضوع مش بالتايتل. معلش استاذن حضرتك ناخد دنيا. دنيا اتفضلي انت على الهوا. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام اتفضلي. بقول لحضرتك انا اختي بس عشان ماما وبابا ضربوها فهي خدت برشام كتير، كنت عايزه اسال بس هي بطنها وجعاها ومعدتها وجنبها فهنعمل ايه؟ تتوجهوا لطبيب؟ لا على طول. يعني اكيد فكره هتعملوا ايه، الدكتور هيقول لك انه حتى لو هتعملوا اسعافات اوليه بس اكيد هتحتاج تروح لدكتور صح؟ طبعا هكرر كلامك يعني. لا يعني هو الاسم مين عشان أنا اكلمها باسمها مين؟ دنيا. يعني هي دنيا الدكتور هيرد على حضرتك. دنيا يعني البرنامج مش للتشخيص ولا للعلاج يعني، لان التشخيص والعلاج مش قصدي اقلل من سؤالك او قلقك، بس هو البرنامج ده التشخيص لازم يتوقع عليها كشف طبي يعني له مقاربات اخرى ان انا اشخص حاله، فده يستحيل عن طريق مكالمه تليفونيه. طيب كلمني حضرتك عن السلوكيات اللي احنا بنمارسها في يومنا، زي مثلا زي ما قلت لحضرتك لما حد بيشرب وبيجيب كوبايه ميه مثلا يشربها، الموضوع ده غلط حضرتك قلت لي دي كارثه. اه طبعا. كلمني عن السلوك ده وايه الصح بتاعه وليه غلط. هو الشرقة اللي حضرتك قلت عليها دي حاجة أولا شائعة جدا، فيعني كل تطرحيها أنت بتخدمي ناس كتير يعني، لأن هي حاجة شائعة. الشرقة هي عبارة نوبات كحة قصيرة متلاحقة مفاجئة، دي الشرقة. تمام. وبتنتج عن إيه؟ تنتج على ان في جسم غريب، جسم غريب دخل بيدخل صغير، يكون لو كان اكبر مش هيدخل في الممرات الهوائيه. بيدخل في الممرات الهوائيه عوضا عن انه يدخل في الممرات الهضميه، بدل ما يدخل في المريء بيدخل في القصبه الهوائيه. القصبه الهوائيه دي مجرى هوائي حساس جدا للاجسام الغريبه جدا يعني. في شعيرات يعني وفي مستقبلات حساسه، مش ربنا خلقه بدقه شديده يعني. فلما بتدخل مثلا رزايه بالغلط، رزايه واحده او نص رزايه حتى بالغلط الى الممر الهوائي، بتبتدي تنقبض، بتحس بالقصبه الهوائيه، تبتدي تنقبض انقباضات يعني متلاحقه بغرض طرده. الشكل الانقباضات دي ايه؟ هي الكحه. اروح انا احط ميه بقى. ما انا جاي لك. فالكحه الحقيقه برضو يهمني ان احرر تعريف، يعني هنا الحلقه عشان نوصل التعريفات الصحيحه بكلمات بسيطه. الكحه واحده من دفاعات الجسم. ربنا خلقها علشان كخطوط دفاع. يعني لولا الكحة لكانت بدون كحة كان زمان البشرية دي كلها انتهت. كلام ليس فيه أي مبالغة يعني. فلما الواحد بيكح الكحات المتلاحقة دي كل الكحة من دول بتعمل عمل في انها تطلع الرزاية دي سنتر فوق سنتر فوق لغاية ما تطلع وتنطرد بره. أما أجي أشرب مية الحركة اللي من أسفل لفوق دي اللي بيحاول يعملها الجسم معكسة. لما بتبلعي مية الحقيقة المريء نفسه بيتحرك لتحت وبينقل هذه الحركة، فبتكون نتيجة انت بتعكسي وتعكسي يعني تعكسي خط الدفاع ده، تعكسي حركة الكحة وبتعطليها. فاحنا الحقوه بمية الحقوه بمية معناها احنا بنعطل اللي خلقه ربنا وبنعطل الميكانيزم اللي هيطلعها. والمية ملهاش علاقة بالرزاية اللي في القصبة الهوائية،
المية دي بتروح للمريء لسكة تانية خالص غير القصبة الهوائية، فمش عارف جت منين المية. طب من أشهر الحاجات اللي يعني متلازمة كده مع موضوع الكحة الزغطة بالمعنى البلدي كده. خد معلقة سكر، لا خد دو، لا يشرب مية مخلل، حاجات كتير كده، خزعبلات، مش عارفة ايه في الآخر الصح من الغلط. لما حد بتجيله زغطة خدوه يعني. هو الخزعبلات أحيانا في الحاجات دي خزعبلات، بس أحيانا الخزعبلات بيبقى ليها أساس، لكن هي تتحول لخزعبلات عندما نضخم هذا الأساس ونستعمله بطريقة خاطئة. طب هو فعلا شرب مية المخلل بيخلي الموضوع؟ لا لا مش صحيح. لا، علاج الكحة مش موجود مخللات في كتب الطب يعني. احنا مش ترشجية يعني. ومعلقة السكر اللي بتودي الزغطة دي؟ ما هو برضه هقول لحضرتك ايه هي الزغطة الأول عشان بس النهارده نبقى عارفين، الناس تبقى عارفة يعني. ايه هي الزغطة؟ الزغطة برضه حركات مفاجئة في الحجاب الحاجز. الحجاب الحاجز ده عضلة موجودة بين الصدر، تجويف الصدر وتجويف البطن. وهو بيبقى بالشكل زي ما ايدي بتشاور كده. بيفضل يتحرك طول الوقت، بيعمل 16 حركة في الدقيقة علشان يعمل ايه؟ التنفس. فلما بيحصل فيه تهيج لأي سبب، هو ليه عصب بيخليه يتحرك زي أي عضلة. لما العصب اللي بيغذيه ده يتهيج لأسباب هنقولها، بتبتدي الحجاب الحاجز ده بدل ما يتحرك بالطريقة والريذم الطبيعي ده يبتدي يعمل حركات مفاجأة كده. يقوم دي توصل لغاية الحنجرة، الحركات المفاجأة دي توصل لغاية الحنجرة فتسبب الصوت المميز للكحة للزغطة ده. ويفضل واحد يتنفض كده من بطنه، من اعلى بطنه، ده اللي احنا بنشوفه كلنا. أيوة. تلاقي من بطنه عماله تتنفض كده نتيجه الحجاب الحاجز. ايه اللي بيخليه بقى يتهيج؟ اللي بيخليه يتهيج ان احنا ناكل بسرعه، يعني الاكل بسرعه شديده بيدخل هواء مع الاكل يعني، فالواحد ياكل مش ببطء ولا بسرعه يعني. لكن بيبقى الانسان عارف انه لما بياكل بسرعه ليه بتعمل زغطه، لانه بيدخل هواء، الهواء بيملى المعده، ولما يملى المعدة يضغط على يثير الحجاب الحاجز. دي حاجة. الحاجة التانية اللي بتعمل زغطة الجراحات الكبرى، الجراحات البطنية الكبرى، زي واحد عمل جراحة تصحيح معدة أو تصغير معدة، دي جراحة على البطن. البطن ما فيهاش معدة بس يعني، مثلا جراحات القيصرية، القيصرية دي بعيد عن المعدة خالص، القيصرية دي في الرحم يعني. لكن جراحات البطن، جراحات على الأمعاء لأي سبب من الأسباب، جراحات المرارة، كل دي جراحات بتتم في تجويف البطن. إذا الجراحات دي كلها من شأنها أنها تثير برضو العصب بتاع الحجاب الحاجز ده، فيعمل الحركة بتاعته دي توصل لغاية فوق، يتعمل الصوت المميز وتعمل الحركة المميزة دي. علاجها الصحيح بقى مش معلقة السكر خالص؟ لا لا، عايز اقول لحضرتك ان انا اللي قال لي على معلقه السكر دي دكتور، يعني الدكتور اللي قال لي خدي معلقه سكر، ما تدخلنيش في الحيط يعني، انا ماليش دعوه يعني. هو بيقول هو حر، اما يجي هنا عندك في ويقول يعني كده، انا اتصل انا بالتليفون واقول له يا دكتور الكلام ده مش موجود في الكتب بس وخلاص. قول الكلام الموجود في الكتب، ماليش دعوه هم بيقولوا ايه يعني. انما هي علاجها الصحيح هو بالتنفس داخل كيس، حاجه في غايه السهوله، بدل ما الزغطة دي تفضل تعذب صاحبها اجتماعيا، اذا كان قاعد في محاضرة او قاعد، او انا قاعد قدامك دلوقتي في برنامج تلفزيوني يجي لي زغطة هتفشكل البرنامج كله يعني. طب نعمل ايه؟ التنفس داخل كيس نايلون او كيس ورق لمدة تقع مدة ما بين دقيقتين فقط واربع دقائق بس في المدة دي. ده من شأنه انه يراكم في الجسم ثاني اكسيد الكربون، انت تنفسي حاجه مقفوله باخد نفسي تاني، بتطلعي نفس ده مليان ثاني اكسيد الكربون، ترجعي تتنفسي تاني. ف يعني تعليه مستوى ثاني اكسيد الكربون في الجسم بيؤدي الى تهدئه الحجاب الحاجز وتنتهي الزغطه بس هي. كده. طب استاذ حضرتك ناخد التليفون ده، مريم من القليوبيه، بنعتذر يا مريم بقالك كتير على الخط، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. استاذنك بس وطي صوت التلفزيون شويه لو سمحت. عايزه اكلم الدكتور بعد اذنك. اتفضلي الدكتور معاكي. معاكي اتفضلي. انا وديت بنتي للدكتور عندها 17 سنه، قال لي عندها ارتجاع في المريء، فلكذا دكتور مش دكتور واحد، وبعدين قال لي في دكتور قال لي عندها افراز زياده في المعده، بياكل في عصاره المعده، بياكل في المعده نفسها، كل ما بياكل بعد ما بيفرز بعد ما الهرمون دوت بينظم الاكل بيرجع مش لاقي حاجه يهضمها، فبيروح بيعمل افراز بياكل في المعده نفسها. فانا عايز اعرف بعد اذنك ده ليه علاج ولا ملوش؟
ايه؟ ليه علاج ولا ملوش؟ هي بتقول لحضرتك ان هي بنتها عندها 17 سنة، الدكاترة قالوا لها في وقالوا لها يعني تفسير انا ما سمعتوش، بيقولوا ان في ميكروب في معدتها او حاجة بتعمل تآكل في المعدة، وان هو كل معدة بيزيد، فهي بتسأل حضرتك هيك دلوقتي العلاج بتاعها ممكن يكون ايه. شكرا يا مريم، واتفضلي. وبرضو يعني انا ملزم نفسي علشان انا بأدعو للعلمية والبروتوكولات وكده، فمن ضمن العلمية ان انا ما اقدمش علاجات على الهوى يعني، لكن انا مش معناها ان انا معزول عن قلق الاخت المتصلة عن بنتها اللي عمرها 17 سنة بارتجاع، لا انا حاسس بشعورها ودي مشكلة مزمنة وكل حاجة، لكن بكتيريا، هي هيليكوباكتر ولا هي انهي نوع من البكتيريا الموجودة في المعدة، وكل واحد له خط علاج مختلف. يعني قصدي اقول ان التلفزيون والمقابلات التلفزيونية مش مكانها التشخيص ولا العلاج، مع احترامي يعني حضرتك واحترامي للقلق اللي بتنتابه الامهات والاباء. حضرتك قصدك انه الدكتور دلوقتي مش هيقدر مثلا يشوف تحاليل البنت، مش هيقدر يشوف ايه التاريخ المرضي بتاعها ويديلك علاج، يعني الدكتور طالع يقول ان ده اصلا غلط، ما ينفعش ان احنا نعمل كده. فانت ممكن يا مريم ترجعي للدكتور بتاعك وتشوفي تتابعي معاه تحاليله والعلاجات اللي هو هيديها لك، وان شاء الله بنتك تبقى بألف خير. طيب دكتور، عايزه ننتقل مع حضرتك كده من موضوع السلوكيات العامه المنتشره كتير ونتكلم شويه عن الادويه. خلينا أوكي. نبدا في اول حاجه كده بالمضادات الحيويه، الانتي بايوتيك. موضوع مهم فعلا. يعني انا مثلا دلوقتي رحت جالي دور برد واخدت كورس انتي بايوتيك، واول ما حسيت ان انا بدات اتحسن ما كملتوش. او اصلا الدكتور بتاعي كتب لي على كذا انتي بايوتيك. يعني عايزه حضرتك تشرح لي اكتر ليه كذا واحد، وهل انا لو بطلت كورس العلاج في النص بتاعي ده هيبقى فيه مشكله؟ وهل لو انا باخد اصلا انتيبيوتيك من نفسي بمجرد ما بتعب ده عادي، ولا ده بيسبب برضو مشاكل على المدى البعيد؟ اشرح لي اكتر كده عن الموضوع ده. حاضر. احنا اسهل حاجه بنعملها اول ما حد بيحس ان هو تعبان بياخد مضاد حيوي. دي اسهل حاجه. اسهل حاجه. فحضرتك كلمني شويه عن الموضوع ده وايه خطورته، وهل صح ولا غلط؟ هو انت اخترتي موضوع مهم جدا لانه شائع برضو، اهميته تاتي من شيوعه. يعني المضادات الحيويه اول حاجه فيها، لعلك توافقيني يا ساره، اول حاجه ملحوظه في المضادات الحيويه، يا دكتور انا خدت المضاد اللي انت كتبته لي وثلاث ايام والتزمت، بس بصراحه مش هكمل فيه، المضاد ده هدني، المضاد ده تعبني وارهقني، وانا ده بصراحه قوي على جسمي، ده اللي شائع. ويبتدي العيان يعني ايه يعني يتفق مع الصيدلي على الدكتور من وراه كده، يعني الدكتور يكتب له كذا مضاد حيوي، كذا جرعه، كذا مش عارف ايه، ينزل يصرف الادويه دي من الصيدليه، والصيدلي يقول له لا 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 الدكتور ده كاتب لك حاجه قويه قوي على جسمك، كفايه خد كذا، كفايه بدل 500 خد 250، يقوم العيان يعني عنده ميل مع انا مش مفسر بالنسبه لي، يروح مصدق الصيدلي ويسيب الدكتور والعياده اللي هو قاعد فيها بقاله نص ساعه. بيختار الاسهل يا دكتور، يعني انا لما انا اسهل، ما انا قاعد قدامه سهل اهو، لما اخد مضاد حيوي 1000 مثلا ويتعبني او 500، بس الصيدلي قال لي 250 هيجيب معايا نتيجه. تعبني دي الحقيقه، ودي فرصه كويسه ان اقول من خلال برنامجك ده يا ساره موضوع المضادات الحيويه ده. الحقيقه ان المضادات الحيويه مركبات كيميائيه صممتها شركات صناعه الدواء لكي تتعامل مع خلية البكتيريا، خلية الميكروب، البكتيريا يعني ملهاش علاقة بخلية الجسم، يعني هي بتدخل بنبلعه ويدخل يعني هذا الجزيء من المضاد الحيوي، تركيبة المضاد الحيوي هي مش شايفة جسمنا أصلا، هي داخلة على الميكروب وبتتعامل مع الميكروب، يا إما مصممة أنها تهاجم خلية الميكروب، يا جهاز التنفس في خلية الميكروب، يا تركيبة تعبيرات سيتوبلازم عن الميكروب من الميكروب، يا نواة الميكروب، يعني وهي متعلقة بالميكروب بس، فهي الحقيقة ما بتتعاملش مع جسمنا خالص يعني، فالقول بأنها هدد جسمي دي مش صحيحة، لأنه المضاد الحيوي مش بتعامل مع جسمك أصلا يعني، ده بيتعامل مع ميكروبات، مع البكتيريا أو تمام. أمال قد يسأل حد يعني من مشاهدينك وجمهورك عن طب امال انا يا دكتور، امال التعب اللي انا فيه ده جاي من السماء، يعني انا بفتعل، يعني انا بتقول عليك، ما انا تعبان. لا ما تقولش عليا طبعا، هو بس احنا بنحاول نفسر حاجات ونركبها على بعضها. انت بتبقى تعبان من تاثير الميكروب نفسه، يعني انت دخل جسمك من ثلاث ايام بكتيريا بتاعه التهابات الجهاز التنفسي العلوي، عملت لك حراره وصديد في الحلق وحاجات دي كلها، بتفرز سميات
هي اسمها سميات على فكره، دي الترجمه الحرفيه ليها. جسم البكتيريا بيطلع سميات توكسنز، هذه التوكسنز هي اللي بتسبب بقى الالام، والالام الجسم والعضلات، والام الظهر اسفل الظهر، والصداع والصداع العينين والحراره، كل ده من نواتج افرازات البكتيريا. وعشان المضاد فانت بتبقى جسمك مهدود من ده، مش مش من المضاد الحيوي يعني. تمام، ناخد استاذ محمد من البحيره وبعدين نرجع نكمل موضوع المضادات الحيويه. استاذ محمد، استاذ محمد اتفضلي. استاذ محمد من البحيره. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، حضرتك على الهواء اتفضل. بقول لك عايز اقول للدكتور، بس انا عندي ما برتاحش في الاكل خالص يا دكتور، وعندي غازات وانتفاخات على طول وامساك. تمام يا محمد، مش بتهضم الاكل بسهوله وعندك غازات على طول. وامساك على طول. تمام، هو يا دكتور بيسال حضرتك ان هو ده كده ده تشخيصه ايه يعني، او هو محتاج يروح يعني هو يعني زي اسمعني يا محمد الدكتور يعني. هيرد عليك نفس الرد يعني، نقدر نقول هذه رساله مسجله يعني. لان احنا برضو يعني بص يا محمد، انا مش قصدي ان انا اعزف ولا امتنع عن يعني التعليق، الا لان ده منافي للرساله الاساسيه اللي انا يعني بتجه ليها في بعد تقاعدي من الممارسه يعني. خلينا نفترض بس ان محمد بيسال، هل هو كده متطلب انه يروح لدكتور في مشكله متطلب عنده طبعا. أقول ولا لك ليه؟ لا هقول لك ليه. لانه مثلا لو فتحت محمد باب، لو انت دكتور وفتحت باب الامساك في كتاب طب محترم، هتلاقي على الاقل في 20-30 صفحه بيتكلموا عن الامساك. ده موضوع باع واسع جدا، فازاي انا هاجي اقول لك انت الامساك اللي عندك خد ملينات خد لبوس، ما ينفعش الكلام ده يعني. بنشكرك يا محمد، ومحتاج تتوجه للدكتور يعني علشان تعرف اسباب ده ايه اصلا قبل ما يتشخص او يتكتب لك العلاج. وانا ما بردش احتراما للمرض، مش ما بردش يعني الا احتراما ليهم. هم اكيد المشاهدين فاهمين ده، ان الدكتور ما ينفعش يقول لك اي علاج كده وخلاص تاخده، ده ضد اصلا الرساله اللي احنا بنحاول نوصلها، انك لازم ترجع لاسباب ده ايه. نشكرك يا محمد. طيب دكتور، بعد ما اتكلمت عن المضادات الحيويه وهي بالفعل بتتعب الجسم ولا بيكون التعب بسبب الميكروب، كلمني بقى عن حته كورس الانتيبيوتيك عموما. لو بطلت اخده هل انا كده في ضرر؟ يعني شفت قبل كده اعلانات من اعلانات التوعيه اللي بتتعمل، انه لو كورس الانتيبيوتيك الدكتور كتبه لمده 10 ايام التزم بال10 ايام حتى لو انت حسيت بتحسن، والا بيبقى في اضرار بعد كده للامتناع عن الكورس ده. كلمني حضرتك عن الموضوع ده وفهمني اكتر عنه. الموضوع برضو سالت عن عظيم يعني، مهم جدا، لانه يعني بدون استكمال الكورس لغايه اخره، اللي يقع ما بين 5 أيام 7 أيام، او في مضادات بتتاخد لمده 21 يوم زي اللي كان سائل من شويه اللي عندها بكتيريا في المعده، في مضادات حيويه ثلاثه بتاخد، ثلاث مضادات حيويه تتاخده في حاله معينه في بكتيريا المعده يستمر 21 يوم. فايا كان الكورس لازم يستكمل لغايه الاخر، لانه هينطبق عليه القاعده اللي بتقول ما لا يقتلك يقويك. فانت ان ما قتلتش البكتيريا هتقويها، فلازم تقتلها بكورس كامل. اذا انسحبت في الوسط، سحبت قواتك في الوسط اللي هي المضاد الحيوي بتاعك وصحتك ونومك وتوازن اكلك، كل الحاجات دي خطوط الدفاع بتاعتك، اذا انت توقفت عنها معناها انك انت بتقوي البكتيريا، بقت متعوده على المضاد الحيوي ده وحباه وغيرت من 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 سلوكياتها. التعبير تعبير ترجمه يعني، بتغير يعني بتعمل تشينج في البيهيفير بتاعها. مين اللي بيعمل تغيير في البيهيفير؟ البكتيريا نفسها بتغير تركيبها البروتيني، بتغير حاجات كتير بحيث تتوائم مع المضاد الحيوي ده، تيجي تاخده بعد كده ما ياثرش، ما يعملش نتيجه. فلازم تقتلها، تقتل السلاله دي. انا بحاول انا كده كمان بتخلص من نوع بكتيريا وبحمي نفسي ان انا ما اصيبش نفسي بيه تاني يعني. خلاص الموضوع هو يبقى امن. هو ده تعبير صحيح. تمام، معانا عبير. شيماء مساء الخير، بعتذر. نور مش مشكله، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي انت على الهواء. ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ الدكتور معاكي، سامعك اتفضلي. طيب انا بنتي عندها 8 سنين، هي من ساعه ما اتولدت عندها اللي هو الارتجاع بتاع الاطفال العادي ده. تمام، استمر معاها عادي، وقالوا ان هو ممكن يقعد لحد سنتين عادي، بس استمر معاها بقى كل سنه ممكن يجي فتره كده تقعد زي القشط بتاع البيبيهات كده. هي عندها كام سنه؟ 7. هي عندها دلوقتي 8 سنين. 8 سنين
تمام، بس اخر مره بقى زادت، بقت كل شويه ارتجاع ارتجاع في كل حته، يعني ما بتلحقش تروح للتويلت حتى. طب انتي توجهتي اصلا لدكتور اطفال؟ اه رحت عملت منظار، طلب مني منظار، بس الحمد لله المنظار ما فيهوش اي حاجه. وما قالكيش تشخيص للحاله؟ ما قالوليش، قالوا لي ان ده بقى خلاص يعني ممكن يفضل معاها كده. ورحت تاني المنظار، عملوا لها زي خدوا عينه كده طلع فيها جرثومة المعدة، بس الدكتور قال لي بسيطة مش محتاجة علاج. فأنا بس عايز أسأل الدكتور يعني ده ممكن جرثومة المعدة تعمل فيها كده وتاخد علاج ولا لأ؟ ميرسي شيماء، حضرتك اسمعينا الدكتور هيرد عليكي. ناخد بس محمد وبعد كده نرد على السؤالين مع بعض. أوكي أستاذ محمد، الاتصال اتقطع. طيب حضرتك ممكن ترد على شيماء، هي بتقول ان بنتها 8 سنين، وهل ده عادي دلوقتي ان هي يبقى عندها الارتجاع ده؟ يعني هو انا سمعت شيماء، سلامة بنتك اولا شيماء 8 سنين وده عندها من مدة طويلة. الحقيقة الدكاترة اللي بتروحي لهم او الدكتور اللي بتروحي له يا اما واحد او اكتر تركك في مساحة جراي رمادية مبهمة، لان يعني انت بتقولي هما بيقولوا لي ان عندها كذا وان هي هتفضل مع ده لغايه ما هو ايه هو اللي ده؟ ما هي هو الحيره إيه اللي عندها هي فيها ده؟ دي بقى عشان يعني كده هي يعني ودي برضو مش مسؤوليه شيماء، هي مسؤوليه اللي بيعالجها، ما يقولها بالظبط ايه اللي لقاه لما هو عمل لها يعني الموجات الفوق صوتيه للتصوير او عمل لها بالباريوم او عمل لها باي فحص من الفحوص المعده يعني. طب ما يقولها بالظبط هي عندها ايه؟ يقول لها ايه اللي وجدوه؟ يعني كل واحد، ودي برضو يا سارة من أخطاء الممارسة المدهشة، يعني تلاقي تقرير الموجات الفوق الصوتية كذا وكذا وبعدين لا في توقيع ولا في حاجة أو في شخبطة كده. طب مين المسؤول عن التوقيع ده؟ مين المسؤول عن التشخيص ده؟ مين هو عشان اقدر ارجع عليه؟ طب دكتور استاذنك بس، هي من ضمن الحاجات اللي قالتها ان هم قالوا لها انها ممكن بنتها تكمل بالموضوع ده ويروح منها إيه بعدين. هو الموضوع ده؟ ان هي عندها الارتجاع ده عادي، ان هو يبقى حاجه طبيعيه، هل ده طبيعي فعلا؟ لا طبعاً. ممكن يحصل؟ لا هو في انسان قاعد يرجع كده بيرجع يبقى مش طبيعي، في حاجه يعني لازم يعني لازم يعني ما يسيبوهاش في زي ما قلت انا في الاول تعليقا على ما يسيبوهاش في منطقة يعني مبهمة وظلمية كده مش فاهمة هي ايه اللي بيحصل لبنتها يعني، ما يقولوا لها الا اذا كان خليني اكمل هجومي يعني، الا اذا كان ما فيش علم يعني عمال يعمل الحاجات دي ويبعتها هنا ويبعتها هنا ويبعتها هنا بس هو نفسه تايه يعني. يبقى ايه ذنب شيماء في الموضوع؟ ممكن يعتذر عن الحالة لو هو تايه يعني ما يعالجش الحالة اصلا. شيماء يعني بنشكرك، ولو انت معاكي التحاليل دي ممكن تتوجهي لطبيب ثالث خالص بقى وتشوفي موضوع الجرثومه، لانه واضح كده ان البنت محتاجه كورس علاج. وتستفيد من كلامي ده، ما تقفيش الا لما تاخدي راي قاطع بالادب وباللطف وكل حاجه، ما تخرجيش من عياده انت دافعه فيها فلوس كتير ودافعه فيها ابحاث الا لما تاخدي راي واضح، انما الكلام العمومي كده ده ما ينفعش. الموضوع مش طبيعي ومحتاجة ان انت تروحي للدكتور يكتب لك على علاج، لا مش عادي ان بنتك تكمل بيه. شكرا شيماء وان شاء الله بنتك معافاة. طيب دكتور، من ضمن الأدوية اللي فيه جدل كبير جدا عليها وحولها ألف علامة استفهام، الكورتيزون. الكورتيزون خطر؟ الكورتيزون صعب حد يتحمله؟ الكورتيزون ليه آثار سلبية جدا في الانسحاب؟ الكورتيزون ليه آثار جانبية وسلبية أكتر من الفايدة من علاجه؟ وأسئلة كبيرة قوي بتخلينا نسأل نفسنا طب أمال الدكاترة بيكتبوا على الكورتيزون ليه أصلا؟ اشرح لي حضرتك موضوع الكورتيزون ده وهل هو فعلا بالخطورة دي ولا لا؟ والله أنا ممنون منك عشان أثرتي موضوع المضاد الحيوي وأثرتي موضوع الأهم اللي هو الكورتيزون. يعني الكورتيزون الحقيقة يعني بعبع كبير في عقول في العقل العام، يعني العقل الجامعي زي ما بيقولوا العام. طب انا بعتذر بس اقطع حضرتك قبل ما تكمل، ناخد دعاء قبل ما ندخل في موضوع الكورتيزون. دعاء. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي الدكتور معاكي. انا ابني يعني صدره تعبه، عندي حساسيه والتهاب رئوي، واجل حاجه يعني تعمل معاه بتخلي صدره شكله زي الزماره كده وبيكح جامد وبيفضل يريم وبيعمل، ولما بنروح عند اي دكتور بنقول له ماشينا على دواء معين للحساسيه، وانه ابني بيردع، لو ما بيردع لو ما بيستريح بيقول له ما فيش دواء معين. دعاء بس قولي لي سن ابنك الاول قبل ما تكملي كلام، قولي لي بس هو عنده قد ايه؟ انا ابني سنه وسبع شهور. سنه وسبع شهور. ايوه.
الدكاتره بيدولك علاجات ايه او بتقولي ايه بالنسبه للعلاج؟ الدكاتره كل ما بنروح عند اي دكتور بيديني شغل مضاد الحيوي. مضاد حيوي. مضاد حيوي على طول. وطبعا الولد مش بيخف عليه. هو بياخده ويخف عليه بس بعدها بيومين يروح يرجع له ثاني وابني يريل ولازم نضطر ان انا نخليه يرجع باي طريقه. طب لما بترجعي للدكتور ثاني بيقولك ايه؟ انا نقول له يا دكتور انا عايز ان انت على دواء معين عشان ابني يخف فدكتور بنعتذر يا دعاء الخط قطع بس احنا هنحاول نخلي الدكتور يرد على اللي انت قلتيه. دكتور هي بتقول ان هو عنده حساسيه والتهاب رئوي وانه من اي حاجه بيرجع وحاجات كتير جدا كده وعنده سنه وسبع شهور. الدكاتره بيكتبوا له على مضادات حيويه بياخدها يومين ويادوب يتحسن ويرجع تاني لنفس الكره ويكتبوا له على مضادات حيويه تانيه مختلفه. فهي بتسال هي كانت عايزه حاجه معينه تبقى بتعملها تخلي الولد يخف وبس. ما تقعدش كل شويه بتغير علاجات. هل ده خطا يعني طبي الدكاتره مثلا تتغير ولا ده طبيعي في سن الولد ان هو كل شويه يتعب كده ولا تعمل ايه دعاء دلوقتي؟ لا يعني مش طبيعي زي شيماء وبنتها كده يعني مش طبيعي ان البنت دي ترجع بتاعت شيماء. طب تغيير المضادات الحيويه يا دكتور بالنسبه للطفل ده يعني هو الدكتور مثلا بيجرب ادويه معينه ولا هو لازم كورس معين ياخده؟ يعني مجموعة أخطاء في القصة الأخيرة دي يعني اتفضل يعني أنه أولا ده طفل فده مش خارج تخصصي بالمرة يعني أنا مش بتاع أطفال يعني لكن في معلومات قاعدية أي دكتور عارفها لأن دي المعلومات اللي خرجنا بيها من كلية الطب وبعدين بنتخصص يعني إنما كون في التهاب رئوي التعبير ده يعني يا بكتيريا يا فيروس مفيش حاجة تانية غير كده في حاجات في الرئة تانية كتير غير كده بس هي بتقول التهاب رئوي فده الكلمة دي معناها يا ده يا ده يا فيروس يا بكتيريا والفيروسات يعني كتير جدا وفي عائلة تانية من الميكروبات تقع ما بين الفيروس والبكتيريا ومقاومتها صعبة مقاومتها عالية للأدوية وصعب علاجها إلا إذا كان الدكتور منتبه إلى الاحتمالية دي يعني فإذا الالتهاب الرئوي محتمل يكون حاجة من الثلاثة دي يا بكتيريا يا فيروس يا الميكروب اللي بقول لك عليه ده اللي هو لا هو بكتيريا ولا هو فيروس ومعروفين يعني بالنسبة للدكاترة اللي بيسمعوني عارفين أنا بقول على إيه يعني إذا لم نتوجه بالمضاد الحيوي بالتحديد وبتركيز اتجاه واحد من الألف دي خلاص مش هيصيب الهدف يعني إذا كان هو فيروس وأنا بديله علاج للبكتيريا الولد هيخف إزاي وإذا كان هو والعكس برضه نفس الحكايه واذا كان لا هو ولا بكتيريا ولا فيروس وهو من الصنف العائله الثالثه ده واحنا بنديله علاج للفيروس او علاج للبكتيريا طب هيخف ازاي وهو عنده الصنف الثالث ده فيعني هي عايزه يعني تشخيص صحيح عايزه زراعه الافراز اللي بينزل منه اذا كان بصاق او بلغم او اي حاجه واذا كان ما فيش كل الكلام ده كله ممكن والحكايه مزمنه زي ما هي بتقول ممكن ياخدوا عينه من نفس نسيج الرئه يعني ممكن تتوجهي بقى تاني لدكتور اطفال وتكلميه وانت فاهمه اكتر وتفهميه ان انت الحاجات دي كلها انت محتاجه تعمليها عشان الولد صحته تبقى احسن ولو مشيتي على العلاج بس مده يومين لقيتيه بيتحسن كملي كورس العلاج زي ما احنا كنا لسه بنقول مع الدكتور ان شاء الله معافى ابن حضرتك نرجع لموضوع الكورتيزون يا دكتور موضوع الكورتيزون تمام الكورتيزون الحقيقه موضوع مهم جدا الكورتيزون في الأساس عشان الناس ما تبقاش مستغربة هو أحد مخلوقات الله يعني هو موجود في الطبيعة موجود في أجسامنا تنتجه الغدة الجرثومية بشكل منتظم كل يوم وبكميات كبيرة وبتنتجه بالنهار أكتر من الليل ولذلك احنا بنوصفه للمرضى بنحاول نقلد اللي عمله ربنا سبحانه وتعالى في الجسم فبنديه بالنهار ونحاول ونتجنب اعطائه بالليل بنعمل زي الجسم يعني فاذا هو عقار مفيد ولا غنى عنه وبرضه زي ما قلت على الكحه كده يعني اذا مفيش كحه مفيش بشريه يعني وكمان مفيش كورتيزون مفيش بشريه برضه يعني هتتوالى علينا ويتكالب علينا اضطرابات الاجهزه الداخليه لغايه ما كلها تطقش في بعضها والموضوع ينتهي يعني بدون الكورتيزون طيب العلاج بقى لما احنا بنصنع الكورتيزون مماثل للكورتيزون الداخلي في تاثيراته ونصنعه عن طريق شركات الادويه الحقيقه انه عقار امن تماما وان البعبع اللي اتخلق ده برضه اللي خلقته العيادات
يعني يجي العيان يقول له والله المريض يعني يقول للدكتور انا يعني كان ابن خالتي عنده الصدفيه وتحسن على الكورتيزون، يروح هابط في وشه على طول الدكتور اوعى على الكورتيزون، هتاخد الكورتيزون ما تدخلش عيادتي هنا، والكلام بقى التخويف ده يعني. ده ما بقولش بيحصل في كل العيادات، بس بيحصل في كتير من العيادات، هذا التخويف الغير مبرر من عقار قد يكون هو الملاذ الاخير، قد يكون الملاذ الاخير في علاج حالات كتير يعني، فازاي نخوف المجتمع منه وهو احيانا مش هيبقى فيه غيره، وتلاقي ما فيش غيره والناس مش راضيه تاخده. وانا بقابل في الشغل لما كنت بادير عيادات في مستشفيات وغيرها، الاقي العيانين بيقاوموا موضوع الكورتيزون. لا مش عايز كورتيزون يا دكتور، اكتب لي على اي حاجه ثانيه. لا حضرتك، لا انا عارف. طب هو امن كذا كذا، لا الاقي ان انا صوتي اضعف من صوت ابن خالته اللي قال له كورتيزون كذا كذا يعني. طب منين جت المعلومه دي عنده عند ابن خالته وعند الشارع؟ جت منين؟ من العياده، هتكون جايه منين يعني؟ مصدرها العيادات. فالكورتيزون امن تماما. انت اثرت نقطه الحقيقه تدل على قراءاتك وثقافتك الطبيه يعني. هل لازم ينسحب؟ لا، الانسحاب يعني سحب الكورتيزون بالتدريج ده موجود للعلاجات طويله الامد. لما يكون عيان بننيمه في المستشفى، ندخله المستشفى ويقعد يتعالج عندنا لاي حاله من زي مثلا الذئبه الحمراء او مش عارف كذا، تصيب الكليه والصدفيه وحاجات كتير جدا متعلقه بعدوانيه الجهاز المناعه بتاعنا على اعضائنا. هذه العدوانيه المجنونه ما لهاش حل غير الكورتيزون. فهو امن، ولما بنديه فترات طويله في المستشفيات ما بين 4 شهور وست شهور وسنه وعشرين سنه كورتيزون، حينئذ اذا حبينا نوقفه لازم نوقفه بالتدريج. لكن انا بدي كورتيزون، وانا بحاول اترجم لك يا ساره الترجمه حرفيه، العلاج الكورتيزون قصير العلاج، الكورتيزون قصير المدى، الشورت كورس ثيرابي يعني. هذا العلاج القصير المدى بالكورتيزون محتاجش سحب ولا حاجه، ده بيتاخد 5 ايام وتاخد الجرعه بتاعتك كل يوم الصبح، وبعد ما تاخد الجرعه الصحيحه بتاعتك كل يوم الصبح لمده 5 ايام، اليوم السادس مش لازم توقف الكورتيزون وخلاص يعني. هل ليه العرض المهم اللي احنا ممكن نكون اغلب الناس يمكن توافقيني على كده، الانتفاخ والميه وهينفخني يا دكتور وانا شفت؟ انت شفت؟ صحيح، ما بننكرش مش بقولك انت كذاب يعني، بس ده العيان بتاع الفشل الكلوي اللي بياخد كورتيزون لاسباب كذا وكذا، او ده العيان بتاع التهابات الروماتويد اللي مش عارف كذا، بيتنفخوا في الاخر من كتر الكورتيزون ده صحيح. بس انا معلش هكمل حاجه دكتور، معلش في حاجه مهمه جدا لازم اسال حضرتك عليها عشان احنا بس وقت حلقتنا خلاص بيخلص. الكورتيزون كده كورس صحيح جدا وامن ومفيهوش اي مشكله خالص. بس كل الفكره في ان هو لو هيتاخد لفتره طويله. حضرتك سريعا كلمني عن الاعشاب اللي احنا بنستخدمها، الثوم، الليمون، العسل، الحاجات دي كلها اللي بناخدها على الفاضي ومليانه على اساس ان هي حاجه صحيه، لان احنا قدامنا بس دقيقتين على الهواء. دقيقتين على الهواء. اوكي، انا هحاول استعمل الدقيقتين. او العلاج العشبي اللي هو الهيربال ثيرابي، هذا العلاج العشبي له اساس، لكن لا يمكن الاعتماد عليه ولا حتى اعتباره مكمل للعلاج. مش انا عندي هي. انا عندي موقف من الحكايه دي طول عمري من ساعه ما يعني كنت دكتور لغايه الان، وانا ليه موقف من حكايه العلاج العشبي ده. لانه التوم اذا مسكت التومه فيها داخلها مواد فعاله بتنزل الضغط، بس انا عشان انزل الضغط بالتوم لازم اقعد جنب فدان توم وافضل ارقط توم طول اليوم علشان بس ينزل الضغط شويه قد كده، فمش صحيح الكلام ده. فبيكون الصح يعني بقى في الضغط او غير الضغط، الثوم والبصل وحاجات كتير وحبه البركه، وحط نقطه زي عسل في عينك. عسل في العين ازاي يعني؟ وزيت وزيت في الودان وحاجات يعني، والاعشاب كتير بتستعمل. هو انا هقولها عشان اختم في الدقيقتين دول بخصوص الاعشاب، لو ان لهذه الاعشاب هذه القيمه لما انفقت شركات الادويه وتصنيع الادويه كل هذه التريليونات اذا عايز الدقه على ابحاث صناعه الأدوية. كانوا عملوا اشتروا اراضي وزرعوا بصل وتوم وجرجير وحاجات شركات الادويه يعني، وعبوها بقى ونشفوها وعبوها واشتغلوا في الحكايه دي. لو هي ليها قيمه، هي الحقيقه ما لهاش قيمه، دي الحقيقه. سواء كلامي ده اعجب المرضى او لم يعجبهم، سواء اعجب المجتمع الطبي او لم يعجبه، ده رايي. رأيي انه العلاج العشبي ده ملوش قيمه الحقيقه، بيلجأ له المرضى عارفه امتى؟ من يأسهم من العلاج عند الاطباء،
واحد عنده ضغط لمده 25 سنه، قرف من الدكاتره وقرف من المستشفيات وريحه الكلور والبلاط البيضاء، وتلاقيه اعتزل كده، اعتزلنا فجاه وراح بقى غرق في حكايه الثوم والبصل. تعالج بالاعشاب. احنا ممكن نعمل الحاجات العشبيه دي بس لتقويه المناعه مثلا او لاي حاجه شبيهه لكده، بس مش بتبقى علاج بنستغنى بيه عن العلاجات الطبيه. بشكرك دكتور ماجد الجندي، الحلقه عدت بسرعه جدا وكان في لسه حاجات كتير جدا ما اتكلمناش عنها، بس ممكن نتناولها في حلقات تانية كتير. لكن عموما حاولوا ما تبقوش بتكرروا نفس المفاهيم الخاطئه وتستغنوا عن العلم والطب لمجرد انتشار الجهل وبس. بشكركم واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله قبل دلوقتي بساعه من الاسبوع الجاي. استنونا.